اليوم يا جماعة الخير رجعت لكم بمقطع جديد وحلقة أسطورية من محاكي تاجر السيارات. اي نعم يا جماعة الخير، هدفنا اليوم نحاول نجمع فلوس جدا كثيرة من 35,000 هذا اللي معنا. تقولوا يا جماعة قبل لا ابدأ خلينا نتفق اتفاق بسيط، بهذا المقطع اي شيء راح احاول اجمعه من عدد الفلوس راح يكون عدد اللايكات اللي انتم لا تضغطوها بالمقطع هذا يا شباب. اوكي اتفقنا ما يدري خلاص اتفقنا. اوكي يا جماعة بسم الله، فخلينا نبدأ يا شباب. اتمنى توصلوا هذا المقطع لايكات جدا كثيرة. راح افتح المكتب عندي هنا، اليوم ما عندي لا اوكشن ولا عندي شيء، فراح اروح بكل اختصار يا شباب راح اعطي هذا على السريع. يلا تخبر احد بعضك على السريع الان، روح يا جماعه الخير عند الجيران ونشوف ايش عندهم وما عندهم من سيارات فخمه. 35,000 مبلغ جدا جدا اسطوري يا جماعه، ولكن على حسب السياره. يعني مثل هذه السياره مثلا، شوف هذه السياره محلاها من نوع تسلا، سعرها 700,000. 36,000 تسلا هذه 2017، 36,000 شباب مو مدمجه كمان. أوه. والله يمديني اخذها والله سياره تسلا يا ولد. اوكي ما علينا. طبعا يا الله يا حظ، ليش كل مره اجينا تصير الدنيا ليل شباب؟ مو طبيعي والله ما شاء الله، توني بادي والله، حرام عليكم والله. هوب نام يا حبيبي. اوه ماي جاد يا شباب، السلام عليكم، صباح الخير. مكتوب الاوكشن اليوم راح يبدا على الساعه 3، ولكن ما اظن ابدا يمديني اجيب سياره وابيعها بهذاك الوقت. المفروض يكون معي، يعني المفروض انتظر، ما ودي انتظر شباب. ليتس جو، كان ودي الكار ماركت يفتح ولكن ما علينا. اوكي شكلي بروح مع الاودي والله يا جماعه، مع كذا شويه مناقشه بسيطه يمديني ابيعها بسعر اسطوري والله. والله اوه وات، هذه سيارة اسطورية والله، كويس ما رحت للاودي والله شباب. شوفوا موديل 2019 25,000 اوتوماتيك كمان، مركب لها بعض الاشياء تحت. شوفوا يا جماعة الخير مركب لها بعض الاشياء تحت كمان، وبينتد صفر وكل شيء تمام. ليتس جو، يلا نناقشه الان على تعال نجرب يا جماعة على 27,000. اوكي 27,000 يا ترى بيرضى ولا لا؟ ترضى ولا هي بنت يعني 27,000؟ اوه وات يا جماعة مو طبيعي والله، 27,000 اخذتها. نايس، تدرون ايش راح اسوي؟ راح اروح مباشرة على البيت يا شباب عشان احاول الحق الاوكشن على الساعة 3. اوكي بروح اعدل هذه السيارة، عندي وقت ابيعها قبل الساعة 3 عشان احاول اخذ الفلوس واروح يا جماعة لمكان راسي. والله مبسوط اخذتها بهذا السعر. يخرب بيت السعر. يقول لك السيارة مو مدمجة ابدا، اتمنى ما يكون ضحكوا علي يا شباب، انا خبروني مو مدمجة، ولكن بشيكها الان من هذا المكان احتياط، يا رب ما تكون مدمجة. تعال نشيكها. ياب مو مدمجة السيارة والله، والله مو مدمجة وكل شيء فيها اسطوري. اوكي ممكنه ما يبي لها تغيير اللون حتى يا جماعة الخير، اللون اسطوري ولكن السيارة متسخة. بس بروح بركب لها كم شغلة يا جماعة الخير على طول الان. انتر ليتس جو، يلا يا جماعة يلا بركبها كم شغلة الان. يخرب بيت السيارة قسم بالله رهيبة. اوه ماي جاد نايس ون. اوكي لسه باقي وقت بحر على الساعة 3، ما علينا رح نلحق الاوكشن يا جماعة ان شاء الله. وقف هنا بركب لها كل شيء مو مركب لها عليها يا جماعة. اوكي لا ننسى ننظفها كمان. تيربو هذه كمان ايضا ديفولت كي فيها دريفت كيت يا جماعه الخير. اوكي فراح نشتري هذه ايضا. اللايت راح نشتريها، اللايت كذا بسيط جدا 80 دولار. البليت راح نشتري هذه الكاليفورنيا وراح اسميها الان. السياره كم راح ابيعها الان؟ 40 كي سميها، والله ما ادري كم راح ابيعها، ما المهم انك تغيرها الان. بالنسبه للدولاب نجرب نحط لها دولاب جديد يا ترى؟ لا لا ما بجرب. اوكي الدولاب ما اظن يا جماعه. كذا السياره صارت فل ريدي الان يا شباب، شايفين السياره فل ريدي والله نايس والله. شوف الان كل شيء فيها تمام، بس هي متسخه قليلا ولكن عيد واكرر شباب ما علينا. طيب خلينا نروح بسرعه، انا ما باقي وقت يا شباب، لازم نعرضها للبيع الان هذه السياره. انا خلاص خلصت منها، بما انه الاطلاء ما في اي مشكله فما راح اعرض ابدا. واو 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 هدي هدي هدي. اوكي ممكن الصفه بهذه الطريقه هنا. وقف انزل نظفها سريع سريع، ممكن نظفها سريع. والله كان لازم اروح للمكان هذاك، ما كان لازم انظفها من هنا شباب. اوكي ما صارت وسخه الان. اوكي نايس وين، خلينا نشوف اذا عندنا صور بالجوال هنا نمسحها يا جماعه. مو هنا بالجوال، هنا في عندنا فوتو، يب في عندنا فوتو، نمسح كل هذول. خلينا ناخذ لها صور يا شباب كذا على السريع بس، طق 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 خذ لها صوره. وهذه الصوره الاولى سيف. هذيك المره يا شباب انا نسيت اني انظف السياره، فاتوقع فرقت بالسعر بشكل مو معقول يعني الان. لذلك انا الان منتبه كويس على ايش جالس اسوي، وهذه الطرف الاخير. اوكي ليتس جو نعرضها للبيع ونشوف بكم راح تنباع معنا يا شباب. هنا على الويب مباشرة، السيارة اوتوماتيك طبعا. يب حط هذه الصورة بالبدايات، وبعدين هذه، وبعدين ذي، وبعدين ذي. خلاص كاف ما عندي صور اكثر. 27,000 دافع عليه 700، اتوقع راح ابيعها يا شباب ب 40,000. اوكي 40,000 انا احس انه السعر ممتاز الان، خلينا نسميها 40 كي للسيارة. وليتس جو، تم عرضها للبيع شباب السيارة، تم عرضها للبيع. يلي الاوفيس وسخ نوعا ما، كيف متسخ الاوفيس؟ انا ماني فاهم شلون متسخ، في وسخ هنا تحتنا يعني. شباب الاوفيس وسخ يقول لك الان. طيب هو جانا زبون، جانا زبون شباب، جانا زبون. ليتس جو جانا زبون، اول زبون. يا رب انها تشتريها شباب، يا رب انها تشتريها. انا حطيت 40,000، 40,000 حطيت كم؟ 36,000 يا ساتر، 36,000 شباب. اوه ماي جاد نايس ون والله، 36,000 قسم بالله اسطوري. طيب اسمعي على 39,000 وخذيها الان، والله يا حلال عليك على 39,000. يلا 39,000
اوه ماي جاد ليتس جو ليتس جو يا شباب بعتها والله اسرع بي اوه ماي جاد ايش هذا سويت الان صفقه اسطوريه على السريع كذا طق طق صار معي 47000 يا شباب 47000 طبعا انا ما بعتها على السريع الا لسبب واحد فقط هو انه انا بلحق نفسي علشان الاوكشن يا شباب ودي اشارك بالاوكشن انا سمعت سيارات الاوكشن نوعا ما يعتبروا اغلى بكثير من السيارات العاديه لان السياره تجي كذا اوكشن وحركات يعني فاهمين فهذاك جماعه الخير راح نروح على الاوكشن اللي صار هناك الان الاوكشن راح يبدا على الساعه 3 معي 47000 مبلغ ولا بالاحلام يا حبيبي راح نحاول نطلع بسياره ممتازه من المزاد يا جماعه اوكي شباب الان جينا على الاوكشن دخلني للداخل دفعنا 300 دولار شباب دخلنا الان هنا ليتس جو يا مدير ليتس جو راح نجلس الان بالوقت المناسب علينا اوكي ليتس جو يلا ليتس جو اوكي الاوكشن راح يبدا الان شباب 3 2 1 بوم اول سياره عندنا هنا سياره البي ام هذه كم راح تبدا الان 153000 يا ولد وانا اقول لك كم راح تبدا والله شباب ضحكوا علي والله بعد السياره يغرب بعدها بديش انا بطلع من هنا اذا في حال صارت بشارك لان الصوت هذا راح يطلع كل شوي مزعج يعني انبعت انبعت السياره الثانيه شباب السياره ده شارك شاكم كانوا كم 42000 ذي او مدينه شارك شويتين والله اذا في حال هذا ستارتنج سياره ايش نوعها جير مانوال اوكي جيت مبني عليها الان والله ناس يمديني اخذها اذا في حال مداني يا شباب راح اخذها والله ما راح اقصر الان اوكي السعر ما صار مديني اخذها ما معي فلوس الاوكشن لاصحاب الاغنياء اصحاب الفلوس انا ما معي انا ما معي والله واخيرا انبعت واخيرا السياره اللي بعدها من نوع ايش وريني الخواص الان 2006 اوتوماتيك لورد لوكوس اوه ناخذ هذه يا جماعه ولا لا باخذها بس لانه جير اوتوماتيك المشكله ما فيها شيء مركب والله ما ادري اذا باخذها ولا فربح خفيف اوكي ممكن تحت ال 10000 السياره اللي باذن الله ناخذها عادي جدا يعني تحت ال 10000 ما في مشكله بما انها سياره اوكشن يعني اوكي خلينا نشوف يا جماعه هي جير اوتوماتيك يعني كاتب لك الان اوكي موديل 2006 خلينا نشوف اخذتها اتوقع يب اخذتها يا جماعه الخير اخذتها يا شباب اخذتها خلينا نشوف السياره اللي بعدها مستحيل اني اخذها 25000 هذه السياره نايس والله سياره اسطوريه ذي اقسم بالله سياره رهيبه شباب الفورد موستنج هاي شباب الفورد موستنج يو ساتر باخذ الفورد موستنج الان لا مستحيل وربي مستحيل لو اخذتها شباب مستحيل لو اخذتها والله احاول ازود شوي شوي لان يعني فلوسي مستحيل تكفي تكفى خليني اخذها اوه الله اكبر ليتس جو اخذت السياره يا شباب ليتس جو يا حبيبي ليتس جو اقسم بالله شيء رهيب الفورد موستنج هذه الفورد موستنج سويت صفقه العمر عليها شباب يخرب بيت الفورد موستنج والله شباب شيء رهيب والله قول هذه السياره مو زياده يعني اوكي ما بس ايزي شو ايزي سياره بالاحلام الان نعدلهم الاثنين دامج صفر طبعا بينتد صفر ما ودي ادهنها كذا بالنسبه للاشياء مركبه شباب مو مركب لها غير شغلتين بس كلها 200 300 دولار ايزي بركب لها يعني اوتوماتيك غير اوتوماتيك مو ماشي ابدا موديل 2016 السياره هذه تنباع مع 100000 انا مغمض عيني واذا ما انباعت انا ما افهم شيء والله 100000 راح احطها الان وهذه كمان اسطوريه والله اثنين ماشيين قليل جدا يا جماعه فنحن راح نقول الان ريبر 1 وريبر 2 يا حبيبي وريبر ما صار في شخص هناك ماخذ مكان ريبر 2 يلا ليتس جو نركبها شباب نجربها السياره نركبها شباب ايش على الفاضي الان ديم يا حبيبي ديم والله رهيب والله شباب اقسم بالله رهيبه والله ما ابيعك الا بسعر غالي اوريكم الان تلعبون علي ما هذا ما يحتاج تصليحات الان دون ايش بعدل على هذه السياره بعدين بعدلها تعالي وقف شويتين معنا انزلين ابي اتلذذ بتعديل الدي صراحه شباب خلي انا ما عليكم الان تعال نجيب هذه السيارة من هذا المكان ونضبطها شويتين يا شباب ما بيها صح بتأكد لا اوكي نايس طيب انا راح اضبط هذه السيارة شويتين والله نايس السيارة هذه كمان ها شباب والله رهيبة والله ما فيها أي مشاكل دي بس راح نعدلها بعض التعديلات هنا تعديلات بسيطة اوه 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 كويس ما سويت هذا السلام اوكي هدي مامكالو انزل يا مامكالو من... ليش ايش وين راح لا صار الدنيا يا شباب كم مرة يصير ليل السلام عليكم يا شباب المارك كار ماركت از اوبن اوكي يلا بس ما يمدينا ادير كل شيء بروح اشتري سياره ثالثه لا حبيبي ما ابي طيب تعال نعدل هذه السياره شويتين يا شباب عند الاخ هنا معانا اوه مو مركب لها شيء ذا ابدا ركب لها ريسنج كيت دريفت كيت اي اس في تيربو نوز كذا ركب كل شيء الان اعطيها شويه سسبشن بسيط لان هذه السياره دريفت يا جماعه قلنا غيرها اللايت شويتين كمان يب خليها كذا لون هذا البليت بنغيرها بنحطها هذا البليت جالس يجيب لي الحظ يا جماعه والله هذه السياره كم ابيعها شباب 15 كي بيكون مناسب اذا بعتها احس انه ممكن تنباع معي ممكن لا والله ما اعرف بالنسبه للونها يب لونها اسطوري بس يبي لي تنظيف اوكي بنظفها ان شاء الله يا جماعه ليتس جو نوديها الى هناك بنظفها الان بذات نفسي عشان اكسب نقاط سكيلز يا جماعه فليتس جو بوديها لهناك واخر انت وياه لا تسوي له حادث الان اوريك الان صف هذه السياره هنا بالتحديد وخلي المكان هنا لسيارتنا الخياليه هذه طيب خلينا ننظف الوسخ هنا مباشره شباب نكسب على شويه اكس بي انا ما اخبى عليكم لازمني نقاط سكيلز بشكل
مو طبيعي. واو 250 يا جماعة والله كثير والله. ما علينا ليتس جو. لازم يكون في واحد تجيبه لعندك يشتغل معك هو ينظف لك السيارات والله. هذه هي سيارة الأحلام اللي أنا مستني منها ومتفائل فيها يا شباب. اوه ماي جاد سمعت صوت التربو اللي وراه يا ساتر. راح أركب لها يا جماعة الخير 250 دولار تربو أنو أس أي بي أس ريسنج كيت. بدي أركب دريفت كيت كمان ولا ممنوع الاثنين؟ يب ممنوع الاثنين شايفين؟ أنا بروح على ريسنج كيت أوكي بدي أبدل بين الاثنين ما علينا يلا إيزي. هذه لازم نوطيها شويتين كذا الاسفل لان السياره جدا عاليه. اللايت خلينا نحط لها لايت يا شباب كذا هنا لايت بسيط بهذا اللون. شوف كم جالس اصرف فلوس يا ويلي. فورد موستنج راح اسميها فورد هذه السياره يا جماعه. فورد ليتس جو يا فورد ليتس جو يا فورد ليتس جو. صارت الان السياره فل 98% فيها وسخ ولكن شوفوا يا جماعه تحت كل شيء فيها قطع يا جماعه حتى دريفت كيت ريسنج كيت ديفولت كيت كل شيء فيها كل شيء فيها موديل 2016. يلا مشينا راح نضفها من الاثنين يا شباب بذات نفسي الان والله. وقف 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 لا تصدم لا تصدم انت وياه لا تصدم اصبروا وربي السياره جديده والله وكاله انت بنت وياه توني شاريها بالاوكشن. والله لو غيرت لونها مو كان احسن الان؟ احس لونها باهت يعني ما اعرف والله يا جماعه حتى لو كاتب لي اللون ما يحتاج تغيير يعني اوكي هو مو اللي يغير اللون بس انا ودي اغير اللون يا جماعه والله ما اخبي عليكم ابي اغير لونه. اوه ماي جاد السياره كم منها متسخه يا ويلي. اشتري لها تلميع للسياره ايش رايكم شباب نلمع السياره شويتين 300 دولار او بس خلينا نلونها بالاول. والله ديم والله ليتس جو اللون الاحمر شباب ليتس جو اللون الاحمر. سوي لها يا جماعه الخير بهذا ما ابي المعها كثير كمان بنفس الوقت ترى السياره وسخه عشان كذا مو جالسه تبين ولكن ليتس جو. سويت لها لمعان كمان ايضا بهذا اللون. الان صارت السياره اسطوريه ممكن انزل منها الان ابدا تنظيفاتك الان ليتس جو. راح ننظف هذه السياره بالاول شباب خلينا ننظف حبه حبه الان. والله لازمني اشتري سكيلز سرعه النظافه مو طبيعي الان والله انه يطول ثاني كلام انا ذلك مزعج الان. ليتس جو ننظفها كمان كم صارت لها منظفات 48 شباب بروح وديها المغسله والله معلش يعني كذا راح اطول فيها بشكل مو طبيعي والله يا جماعه الخير هذا الوقت بالنسبه لي ثمين. ليتس جو على المغسله الان على السريع ما ابي انتظر لنا ساعات. اوه شاب سريع والله او ماي جاد بدينا نروح اوديها اوه تعال نغسلها ونوديها الان الى حلبة ونشوف سرعتها كم راح توصل يا شباب. ولا مره سويتها ترى والله ليتس جو نسويها ولا مره الان اوكي اوكي ليتس جو الان بسويها والله. نروح نختبر سرعتها بالحبل المطمار تبع السباق يا جماعه. اغسلها لو سمعت اغسلها والله ما ودي اضيع وقت الان اغسلها يا حبيبي اغسلها. اوكي السياره صارت نظيفه يا شباب الان بدينا نمشي بالسياره ايزي بيزي يا حبيبي ايزي بيزي اوه ماي جاد. اوكي شباب ليتس جو نحمل السياره هنا. واو 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 هدي انزل منها يا مكالو. تم تحميل السياره الان عزيزي وديني الان الى الفور الديزرت 30 دولار يا شباب دفعت. نختبر سرعه السياره الان الفورد موستنج ركبت عليها الريسنج كيت لا تنسون شباب. بسم الله الرحمن الرحيم ربك تلاو بين استعين ليتس جو. امشي مكان امشي امشي مكان امشي نعملها بهذا المنظور يا جماعه ولا هذاك المنظور. اوه لا 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 اتفحد اتفحد كان السياره جالسه تفحد يا جماعه. اوه 0 to 100 8.6 يا شباب. اوه اختبار السياره ذي اوه ماي جاد نايس والله اختبارات حبيت الاختبار والله ذا. سبيد ريكورد 168 اوكي هذا اعلى سبيد جالس اوصله الان. السياره جالسه تفقد توازنها بشكل مو طبيعي يا جماعه ليش يا ترى؟ اوه النايتروس في نايتروس شغلت انا اوه ماي جاد شغلت النايتروس يا شباب. واو هذا هذا المنظور هذا اوه ماي جاد لا لا تخيل تقول سيارتك تخرب بعدين يا حرام خربتها على ذي النطه والله شباب حرام والله والله حرام والله. شوف 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 بوم 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 اوه ماي جاد كم راح توصل الان؟ واو قسم بالله سريع يا شباب ليش هذيك السرعه؟ بوم على 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 كفو 243 بس والله حرام لازم اكثر مش كمان يمديني اسوق لا 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 اوح كويس ما صار شيء والله الحمد لله كويس ما صار شيء. كيف اطلع من هذه الان؟ باك تو تاون اوكي خلينا نرجع المدينه شباب. اوكي السلام عليكم والله يا انه تجربه العمر كانت اتمنى السياره ما توسخت في هذا الطريق اللي رحنا الان. الحياه مشرق الان الحياه جميله السياره الثانيه بنظفها على يدي ان شاء الله كل مره يتوسخ المكتب مو طبيعي. طيب شباب راح نشيل هذه الان ونحطها في هذا المكان وراح نشيل هذه الزباله هنا ونحطها في هذا المكان اوكي ونفتح المكتب نعرض هذه السياره بالاول للبيع يا شباب ليتس جو. يب نعرضها للبيع خلينا ناخذ لها صور يا شباب عشان اقدر اعرضها للبيع. ننظف هذيك وبنعرض هذيك ايضا للبيع سيف نروح نعرضها للبيع ونشوف ايش راح يصير معنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يا رب نتوفق يا شباب يا ربي. فورد عشان كنت بكتب هنا تعال نكتب يا جماعه الخير هنا فورد موستنج فورد موستنج. صور السياره الثالثه ذي الرابعه ذي الخامسه ذي والسادسه ذي 30000 33000 انا صارف عليها شباب راح اطلب فيها شوف راح اشطح شباب عذروني بس راح اشطح راح اطلب فيها 90000 يا شباب اوكي
أدري مبلغ مبالغ فيه بس ما تدري يا عزيزي. 90,000 put on sell. تم يا شباب تم. إي والله تم. ناخذ صورة هذه كمان أيضا. بسم الله خلينا نشيل الصور من هنا يا جماعة بالأول من جوالنا. مساحة صور دي أمام كالو. ليتس جو. أوكي رح ناخذ صور لهذه. حارض هذيك. أنا ما أدري ليش جبت هذه بالنهاية. والله شباب ما أدري والله. يعني هي غلطتي بس يلا ما علينا. هو جاي زبون عندها والله. اوكي الان بنشوف معنا يا زبون الكريم. ثواني والله اني متوتر عشان اشوف شباب. تعالوا نشوف هذا يا جماعه الخير كم راح تعرض علي علشان الفورد موستنج هذا الان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء فيها ترى. يلا. 46,000 عرضت علي. 46,000 شباب. اوه ماي جاد 46,000 والله نايس والله. انا الان شاريها ب 30,000 معدلها ب 3,000 تقول لي 46,000. اوه ماي جاد. طيب اسمعي 65,000 والسيارة لك 65,000 ايش رايك الان؟ 65,000 تقول لي عالي السعر الان. 60,000 والسيارة لك. يب 60,000 سعر مناسب 60,000 ها. لا ما تبي يا جماعة ما تبي. اوكي قلت لك انت الان عصبتني ومدري. اوه في واحد ثاني الان. هذه كم راح تعرض علي يا جماعة الخير؟ 53,000 عرضت علي هذه. اوه 53,000. اذا قلت لها 70,000 شباب راح ترضى ولا 70,000؟ اتوقع اني شطحت كثير. لا اوكي ما يرضى. اسمع تقول لك 53,000 انت قول له 60,000. 60,000 والله كويس والله. قول له 60,000 واتوقع راح تشتريها يا شباب. الله اكبر ليتس جو يا شباب. اوه ماي جاد يا السعر الخيالي اللي بعته الان يا ويلي. والله غالي كثير والله يا جماعه. والله غالي لسه ما بعت هذه السياره. طيب تدري ايش بغف؟ بروح انام وبصحى وبرجع اصحى وخذ هذه لك. والله شكله انت الان اعطيتني الان تفاؤل. اوه ماي جاد الاوكشن از اوبن توداي. كمان مره الاوكشن مفتوح بس هذه مره على الساعه 5 شباب. فا ايزي بيزي راح يكون معي وقت جدا كافي اروح البيت احاول اني اهتم بهذه السياره ابيعها نجيب تقريبا منها 15,000 كذا وما حولها بيكون شيء خيالي والله. راح اروح يا جماعه الخير اغسلها لان صراحه كذا الامر راح يكون جدا صعب علي اذا ما غسلتها. اغسلها يا مدير لو سمحت الان سريع. ديم يا شباب ديم يا شباب ديم. السيارة الآن صارت جاهزة يعطيك العافية مع السلامة. ليتس جو نبيعها بأسرع وقت ممكن يا شباب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم عرضها بسرعة قبل الوسخ يرتفع فيها الآن. هنا يا شباب هذه هي راح نحط الصور المناسبة اللي هي أول صورة هنا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. حنسمي هذه السيارة أيضا يا جماعة الخير خلينا نسميها كمان فورد. المبلغ 25,000 يا جماعة أوكي 25,000 صراحة ما أعرف إذا تستاهل ذا المبلغ ولا لا، ولكن إحنا هنا علشان نعرف صح ولا لا؟ أوكي ليتس جو. جاء زبون وأخيراً يا الله اسمعي أي سعر تبيه خذيها للسيارة لك أي سعر خذيها بس شيلها من أمامي. أنا عرضها ب 25,000 هي 11,000 شباب. والله كثير قليل 11,000 يا أخي. 16,000 طيب ولك هي السيارة 16,000. ما تبي يا جماعة 16,000. 15,000 صراحة هذا أقل شيء ممكن أسويه خلاص 15,000 يلا. لا ما تبي يا جماعة ما تبي من يبي واحد ثاني ما في واحد ثاني يجي لا اوه ماي جاد نايس وان تعالوا 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 هي قالت 11,000 صحيح؟ اوكي ما علينا اكيد في زبائن لهذه السيارة شباب انا متوقع فيه لها زبائن والله يعني هي تقول لك 11,000 هذول كم راح يرضوا علي؟ هذا قال 11,000 ومدري كم اذا قلنا له 15,000 هذا راح يرضى ولا لا يا شباب تعالوا نشوف الان لا يقول لك ما ابي بخبر ب 15,000 طيب خلينا نشوف هذا الشخص هنا تكفى علي السعر ارجوك علي السعر ترى سايق 11,400 15,000 ممكن يرضى ذا الشباب يعني مو كلهم اذا ما رضوا يعني ما حد حيرضى. 14,000 ايش رايك 14,000؟ لسه ما يبيع ب 14,000 دونت سيل يلا دحرر منها خلاص ما ابي 14,000 ما راح يرضون. 13,000 والله انك تاخذها يا ما يبي يا الله ما اي كتب لي السعر ما يناسبني يعني شفق علي اخذها لي السياره والله شفق علي شباب اخذها بالنهايه حسبي الله قال لك ما يناسبني بعدين يلا باخذها الان. اوكي شباب ليتس جو يا شباب راح اروح على الاوكشن من الان قبل ساعتين والله اني متحمس بزياده عن اللزوم يا جماعه الاوكشن يا ويلي طلعنا الفورد موستنج منها. شوف الشباب جالسين ومركزين وضعهم وانا لسه ما وصلت. خذ لك واحده 360 يا مدير بوم ادفع له الاداء 76,000 قبل شوي كنت هنا وكنت جالس ابكي ما كان معي غير 40,000 الان 76,000 والله لا اشيلها من عينكم الفورد موستنج اذا تطلع مره ثانيه. 2-1 فليبدا المزاد يا جماعه الخير دام هذه اللحظه وجابوا لنا الان سياره ايش هذه السياره الان؟ ما ظنت راح ادخل فيها ابدا يا جماعه يمكن السياره تكون نادره والله ما اعرف والله بس ما ودي والله شباب ما اتوقع بدخل ما اتوقع ما ادري ما ارتحت اسمها راد دراز ستيشن 1984 اوتوماتيك مو ماشيه كثير ترى اوكي يا شباب بعد السياره ب 10,000 تمام السياره اللي بعدها يا ساتر السياره اللي بعدها ايش هذه؟ 21,000
2023 اوتوماتيك جير كودا اوكتا. اوه ماي جاد بدك تدفع. اوه ماي جاد لخطه العمر، لخطه العمر شباب، اقسم بالله لخطه العمر 2023 2000. هذه السنه هذه السياره يخرب بيتها يا جماعه. هذه السياره والله اعرفها يا اخي، ايش كان؟ مش الكودا كان، ايش كان اسمها؟ يا والله نسيت هذه السياره ايش بالتحديد. لا 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 شباب، هذه اسطوريه والله، والله اسطوريه والله. اوتوماتيك اوه ماي جاد 5000 كيلومتر بس ماشي السياره الاسود. اوكي جت سيارة، احنا مو من اصحاب الفخامة هذه يا جماعة، مو هذه الناحية، ولكن اخذنا سيارة حلوة نوعا ما يا جماعة. والله اخذنا، بروح اشوف هذه سيارة الفيراري اللي جاي هنا. الناس شباب شوفوا اساميهم الان 330,000، انا 27,000 ميوزك. بس دائما شوفوا جنبك، شوف يعني دائما لما تسمع مصيبة غيرك تقول شوف هذا 10,000 ماخذها. خلاص يا اخي بعد هات لك واحدة ثانية الان، بلكي اجيب واحدة ثانية الان. اوه هذا ايش هذه السيارة كمان؟ تسلا ام 3 34,000 بس مانوال. جيبها والله جيبها، بجيبها شباب بجيبها والله. سيارة التسلا هذه، تسلا ام 3 اسمها، والله بجيبها والله. اوكي ريسكو سيارتين، مضطر مستعد ادفع عليها والله، مستعد والله. مع انه هي جير عادي شباب، بس مو مشكلة، صفر دمج وهذه الامور اسطوري. اوف احسب نفسي باخذها بعد السيارة والله. اتوقع راح ترتفع لاكثر من 41,000 مستحيل. هذه راح تطير يا جماعة، ما معي فلوس المشكلة. لا لا تكفى خليني اخذها ارجوك، 44,000 صارت شباب. لا حد يزود، لا حد يزود، تكفى لا حد يزود. خلوني اخذها، ليتس جو، اخذتها، الله اكبر، ليتس جو شباب. ومعي سعر اسطوري علشان اعدل السيارتين شباب، 3100، اوه ماي جاد، ايش يمديني اسوي الان؟ يا جماعه والله سوينا صفقه اسطوريه، شوف سياره التسلا، وين صار معي تسلا للان؟ دايم يا حبيبي دايم، بروح انام شباب، اصحى في الصباح. اوف اوف صباح الخير يا شباب، مشينا الان بسرعه الى مكتبنا الان، الحماس فينا مو طبيعي، علشان نحاول نبيع هذول السيارتين باغلى الاسعار الممكنه، سياره التسلا والسياره الثانيه يا جماعه. طيب راح اعدل اول شيء على التسلا يا جماعه، بحكم ان هي سياره افخم تعتبر، فيب راح اسوي هذا الشيء الان، ليتس جو نعدل على التسلا مباشره. ما في لها صوت التسلا، لان على الكهرباء يا شباب، ما في لها صوت. بول. حتى ذي التفاصيل مسوينها باللعبه والله خطيرين والله. طيب انيبل ستار توربو ان ذيس كار، شوف ما فيها تيربو، ما فيها اي شيء الان حرفيا يا جماعه. دريفت كيت او ريسنج كيت ممكن احط عليها مثلا، هذه مشكله، ما ادري بحط ريسنج كيت مع انه ما يحتاج يعني، والله احس ما يحتاج. طيب اللايت يا جماعه، اللايت اللايت اللايت، انا بصرف عليها شويه فلوس لدي السياره ما اخبي عليكم يا شباب. اعين الشيطان نحط لها كذا، اعين هذه يا جماعه خلي يكون عندها عيون هذه، واو اسطوريه والله. البليت هذه جاهز تجيب لي الحظ، بتم استخدمها الان، سميها تسلا ام 3 يا جماعه. ابديت ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. والله الدواليب تبعها سخيفه نوعا ما يا شباب. ايش البينت تبعها؟ اوه كثير جدا جدا وسخه ذي يا جماعه، جدا وسخه. طيب خلينا نحطها برا شويتين الان، نجيب الثانيه نعدلها مباشره. غير لونها يا ترى؟ والله اتوقع بغير لونها شباب، نغير لونها كمان. ليتس جو لونها الان. اوكي شباب تم تعديل سياره التسلا ام 3، صارت جاهزه الان للعمل. يخرب بيتك السياره الاسطوريه. تعالي سيارتي، صعب انا كثير سيارتين بنفس الوقت، بس جالس احاول باستطاعتي يا جماعه. انا لازم اجيب 100,000، الهدف نجيب 100,000 يا جماعه، 100,000 اي والله. غير كذا ما ارضى والله. اوكي شباب وقفنا السياره الان. ركبنا على هذه السسبشن. اللايت هات لك لايت كمان عليها الان، ايزي بيزي. البليت خلي هذا البليت سميها الان، ايش اسميها يا جماعه؟ والله ما ادري والله. 100K راح اسميها دي السياره، 100,000 يا شباب. السياره متسخه، البينتد 22% مكتوب، اوكي انا راح افهم الان ايش قصه البينتد يا جماعه، مشينا الان. انا لحد الان مو فاهم قصه الالوان اطلاء السياره كيف يشتغل. محطوط هي، لاحظوا الان معنا يا شباب، محطوط هي لا ايش سويت؟ ما ادري ايش سويت يا شباب والله. اعطيت اد فيول. اوه نايس والله، حطيت اد فيول هنا، فولتها للسياره من هذا المكان بدون ما اروح. اوه ديم والله. اوكي شباب مكتوب لك بينتد 22% تمام؟ فانا راح اطليها من هنا. شلون 22%؟ اذا انا ابي اطليها فل طلاء الان، يا ترى بينفع اذا طليتها؟ مثلا بطليها باللون الاسود ذا، بطليها اللون الاسود داكن، بينفع ولا لا؟ والله ما ادري يا جماعه اذا راح يقبل ولا لا. 0% صارت، قبل، الله اكبر قبل شباب قبل. نايس صار جديد الان، فل جديده يا حبيبي، فل 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 جديده. والله شباب انها سريعه والله. اوه ماي جاد هدي هدي، شغلت النايتروس بالغلط. هدي يا حبيبي بدها تطير الان. لونها الان، ظبطها الان، لونها الان، اوكي ظبطها. اوكي السياره خلصت يا شباب، ليتس جو. اوكي نايس. والله صفيتها بطريقه بيرفكت يا شباب. الزباله هن نشيلها يا جماعه الخير، اوكي. بوم. ما ادري اذا فتحت سكيل جديد ولا لا. لا والله لسه ما فتحت، بدري على السكيل، اوكي. هذه صوره، اول صوره الان، وهذه ثاني صوره الان. إذا تبي صورة من داخل السيارة، هذه صورة من داخل السيارة.
اوكي تعالوا نعرضها للبيع يا جماعه، نتفق على سعر ما. السعر الان راح يكون يا جماعه خطير جدا والله السعر. اهم شيء صوره اللي من داخل السياره هذه، لا تنسى دي يعني اهم شيء. نايس يا شباب نايس، حطينا الصور الان. راح نسميها الان كم ابيع هذه السياره؟ 27000 انا شاريها طبعا، 2023 موديل. راح احطها يا جماعه الخير ب 55000. اوكي 55000 اشوف رقم ممتاز، 55 كي راح اسميها الان. نعرضها بوت اون سيل يا حبيبي. تم 55000. اي والله ما مزحت ابدا. الان جاني زبائن، شوف كم واحد واقف، 3 4 اشخاص واقفين. او ماي جاد، 4 اشخاص واقفين والله. بجيكم الان، ثواني شويتين. يا ساتر شوف سرعه التسلا شباب. ما تهدي ما تهدي ما تهدي الفرامل، يا خربت الفرامل والله. في عندي زبائن، لازم اسرع والله. احس اني جبت العيد لاني جيت لهنا. ترى مو مشكله، انا راح نخلص بسرعه وراح نرجع. زبائن الكرام انتظروني زبائني. واو قسم بالله شباب خطيره بشكل مو طبيعي خطيره. او ماي جاد يا السياره محلاها صارت. واو اي ايش كتبوا رساله فوق؟ والله ما قرأت والله. في والله في اشخاص واقفين والله. ممكن الصف هذه باسرع وقت ممكن الان، بس صف بهذا الشكل بس كذا، بعدلها بعدين ان شاء الله. تعال نشوف هذول بس ايش وضعهم الان. ايش وضعك انت الان؟ انا حطيت 55000. 43000 يا ويلي، 43000. او ام جي، اصبر اصبر شويتين اصبر. هذول كم؟ 43000 والله اني ما توقعت والله. كم هذا؟ 43000 هذه كمان. والله في عندي اثنين يبونها ب 43000 والله. اجل هي كويسه والله، 42000. دونت سيل انت، يلا مع السلامه والله ما بناقشها حتى. طيب تعال نعرض على هذا يا شباب 50000. اذا بعت ب 50000 انا كذا بكون سويت صفقه العمر الان. والله بكون سويت صفقه العمر، مستحيل تنباع ب 50000. او ماي جاد، او ماي جاد شباب والله مستحيل، والله مستحيل اللي صار. يا ساتر، والقسم انا غشيت فيها والله. ايش دي والله؟ الاوكشن اسطوري قسم بالله، الاوكشن اسطوري. اجل هذه كم راح تنباع شباب هذه؟ هذه كم راح تنباع شباب هذه؟ صوره من داخل السياره، انه هذه تسلا عشان تتاكدوا يعني. صوره من ورا، يلا ليتس جو بعرضها الان. جاء دور التسلا شباب، جاء دور التسلا الان. يا ساتر والله ما توقعت تنباع بهذا السعر، والله اني ما توقعت ابدا والله. 150000 شباب، اوكي 150000. والله ممكن تضحكون علي بس لا حد يضحك شباب، لان تسلا، التسلا انا اشوفها غاليه نوعا ما والله. زبون سلام عليك، جيت استقبلك من هذا. اوكي ما علينا شباب، جاء الزبون الان. هات لنشوف يا جماعه، 45000 انا شاريها. كم عرضها؟ قال لك البرايس 61000 عرض علي يا شباب، مستوعبين؟ صار معنا 100000 مينيموم، مينيموم 100000. في حد ثاني بيجي؟ ما ابي اناقشك الان، ما في حد ثاني بيجي. يا شباب تكفون تعالوا الان والله، ما ودي ابيع الا ذا فقط، ما ببيع ترى السيارة والله. مشكلة جير جير عادي ذا. 100000 لا لك ما يبي الان. طيب خلينا نشوف واحد ثاني ممكن يجينا. يا اخي تعالوا تكفون تعاليكم بس هذا. يا شباب يلا يا شباب فينكم؟ اه صارت الدنيا ليل يا شباب، صار لي ساعتين انتظر الزبون لسه باقي هنا واقف يا جماعة الخير. يسألني شلون طلعت على السطح يا جماعة الخير، بوم اطلع من هذه الطريقة. الزبون هذا لسه واقف والله. تدري ايش؟ بروح برجع الصباح ابي زبائن ثانيين. تخيلوا تسلي ابيع على زبون واحد، والله بكون احمق. 8500 مخالفات وربي ما ادفع لو ايش تسوي الان. حل عني ما بدفع الان، يلا سوي اللي تبيه الان. انا اتوقع يا جماعه لازم بسم الله الرحمن الرحيم طلعت بوجهي قسم بالله. كنت راح اخبركم راح يجي زبائن لاني مو دافع الفواتير، ما له دخل طلع. اجل انا ما راح ادفع الفواتير ابدا. اجل يا جماعه كنت احسب لها دخل. خلاص تدري ايش؟ اتوقع التسلا من نصيبك راح تطلع. ما ادري انتم مو كثيرين تجوني الان زبائن. هذاك عرض علي بالستينات 58000 ذي، رجعوا لي ذاك والله. 75000 75000 ولك السعر، لك عالي السعر نوعا ما. 70000 ولك السيارة، 70000 ولك. لك ما عاد ابي اناقش، ما عاد ابي ابيع، يلا واحدة بوحدة. أنا ما عندي مزح أبدا والله. جاء زبون شباب أخيرا، أرجوك 70000 ولك السيارة، والله يا شباب إنه حرام يا أخي. يا أخي والله حرام، تعال يا أخي خلاص. هي اسمع بيني وبينك والله نضبطها مع بعض والله. مو 150 بناقص لك يا 60000 إلي شباب. طيب اسمع 70000 شيل هالسيارة، خذ مفاتيح، خذ تفضل خذ. الله اكبر ليتس جو ليتس جو. والله رضي والله، والله يا انه رضي شباب. او ماي جاد رضي والله، قسم بالله دايم. 120000 صار معانا شباب، 120000 يا ساتر. الان صار مديني انام وراسي مرتاح يا شباب. فيا جماعه الخير هذا كان كل شيء بالنسبه لمقطعنا اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا الان. يعني مغامرتنا راح تستمر ان شاء الله لين نجيب بالملايين فلوس يعني. السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله، القاكم بالمقطع القادم.